لكن خلينا نروح في اطار طبعا تغطيتنا الحصريه بتغطيتنا المستمره مش الحصريه نقولها المستمره والمميزه للمباراه. خلينا نروح لارض الملعب ومراسلنا فاروق صلاح وسالح حامد من ارض الملعب عشان يقولنا الاجواء ولنا اخبار الفرقتين ايه، هل هم وصلوا ارض الملعب ولا لسه. اتفضل يا فاروق. طبعا في البدايه كل الشكر ليك يا كابتن هيثم وكل الشكر لضيوفك الكرام كابتن احمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل، وايضا كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا وبرحب بزميلتي العزيزه سالا حامد. احنا موجودين النهارده في صاله حسين عثمان بنادي المقاولون العرب، طبعا المباراه الختاميه لموسم دوري كره الطائره لموسم 2021، طبعا لقاء مهم جدا بيجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. اعتقد يا سالا كواليس كتير خاصه باللقاء، استعدادات النادي الاهلي معسكر لمده 48 ساعه، وعلى الجانب الاخر نادي الزمالك دخل معسكر مغلق لمده 48 ساعه. حطينا في الصوره اكتر. طبعا برحب بيك يا فاروق في البدايه، وطبعا برحب بكابتن هيثم وكل ضيوفه الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويا رب يعني ان شاء الله النهارده يا فاروق وشك يكون حلو بقى على النادي الاهلي، وان شاء الله يعني نفوز ونتوج بلقب بطوله الدوري. يمكن زي ما انت قلت يا فاروق فعلا يعني لاعبي النادي الاهلي ولاعبي نادي الزمالك دخلوا في معسكر مغلق لمده 48 ساعه قبل مباراه اليوم. خليني اكلمك على استعدادات النادي الاهلي. يمكن برده خليني برده اقول لكابتن هيثم انه كابتن ميدو كابتن محمد مصلحي طبعا المدير الفني للنادي الاهلي يمكن قرر ان هو يدخل لاعبي النادي الاهلي في معسكر مغلق لمده 48 ساعه عشان طبعا يحط لاعبي النادي الاهلي في اجواء المباراه، ويعني يكون في حاله من التركيز قبل مباراه اليوم. طبعا مباراه اليوم كلنا زي ما احنا عارفين هي مباراه القمه، مباراه حاسمه للقب بطوله الدوري. يمكن كمان عقد محاضره فنيه يا فاروق قبل مباراه اليوم كان بيتكلم فيها مع لاعبي النادي الاهلي عن نقاط الضعف والقوه اللي موجوده عند فريق نادي الزمالك. حذر لاعبي النادي الاهلي ويعني قال لهم ان هم طبعا يركزوا طوال 3 اشواط في مباراه اليوم. كمان خليني اكلمك على القايمه النهارده، وطبعا اقول القايمه دي لكابتن هيثم ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يمكن كابتن ميدو اختار 14 لعيب في مباراه اليوم، وهم عبد الله عبد السلام، حسام يوسف، احمد صلاح، احمد قطب، احمد سعيد، واحمد عبد العال ريموند، ومحمود رؤوف، عبد الرحمن سعودي، كاريزمير، عبد الحليم عبو، محمد عادل، وليبرو النادي الاهلي محمد معوض ومحمد رمضان. كمان النهارده هيغيب عن مباراه اليوم يا فاروق اربع لعيبه من النادي الاهلي، طبعا عبد الله عبد اللطيف عثمان بسبب وفاه شقيقه فهيغيب عن مباراه اليوم، وكمان عبد الرحمن حسيني، حماد عبد الربو، ومروان الصافي. طبعا يعني هيكونوا بره القايمه لان القايمه بس بيكون فيها 14 لعيب زي ما احنا عارفين في كره الطايره، فيكونوا في 3 لعيبه بره قايمه اليوم. كمان يا فاروق عايزك تكلمني بقى عن نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا مدي برده اهميه كبيره لمباراه اليوم، ودخل برده في معسكر مغلق زي ما انت قلت لمده 48 ساعه. بالفعل زميلتي العزيزه سالا حامد، طبعا مباراه ذات اهميه كبيره جدا سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك. نفس الامور مر بيها نادي الزمالك ودخل في معسكر مغلق لمده 48 ساعه. الكابتن محمد اللقاني المدير الفني طبعا اجتمع مع اللاعبين وحاول ان هو يعني يحفز اللاعبين ويتجاوز طبعا ازمه خساره اللقب الافريقي بتونس مؤخرا، حاول ان هو يدي دوافع اكتر للاعبين باهميه هذا اللقاء. طبعا اعلن القائمه اللي بتضم 14 لاعب مكونه من محمد يوسف ورضا هيكل واحمد فتحي ورشاد نبيل مصطفى دبشه واشرف اللقاني ومحمد مجدي واحمد ضياء وهشام يسري محمد محسن ومحمد مهدي وسيف عابد ومحمد عبد المحسن. بينضم للقائمه محمد عبد المنعم، بيجيب طبعا محمد السيسي والمحترف الكندي هانت اللي كان انتهى تعاقده مع نادي الزمالك في 3 مايو. خليني اقول لك برضو يا كابتن هيثم في بعض الامور والارقام القياسيه الخاصه بهذا اللقاء. النادي الاهلي يا سالا طبعا بيدور على الدرع رقم 33، طبعا النادي الاهلي هو البطل في اخر 3 نسخ للبطوله بيبحث عن البطوله الرابعه. الاهم الارقام يا كابتن هيثم ان في 4 مواجهات او اخر 4 مواجهات جمعت ما بين الفريقين. مواجهه الدور الاول اللي كانت في شهر مارس وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثه اشواط مقابل لا شيء، بينما مواجهه الدور نصف النهائي لكاس مصر الموسم الماضي كانت في شهر 9 وانتهت بفوز النادي الاهلي ايضا 3-0 والنادي الاهلي قدر يقتنص كاس البطوله. الفوز الوحيد في اخر 4 مواجهات لنادي الزمالك كان في شهر 8 وكانت المباراه بالنسبه للنادي الاهلي تحصيل حاصل بعد ما حسم درع الدوري وفاز نادي الزمالك بثلاثه اشواط مقابل شوط، بينما المواجهه الرابعه ايضا كانت لصالح النادي الاهلي
الاهلي في ختام البطوله العربيه وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثه اشواط مقابل لا شيء. اعتقد يا سلا هناك بعض الارقام اللي ايضا الخاصه بالنادي الاهلي وخاصه بمواجهه نادي الزمالك تحطينا فيها في الصوره اكتر. بالفعل يا فاروق زي ما انت قلت يمكن ليه النهارده مباراه اليوم يعني مباراه حاسمه او مباراه مهمه يعني للفرقتين، يمكن دي هتكون من اقوى المباريات طبعا زي ما كابتن هيثم عارف، من اقوى واهم المباريات للنادي الاهلي ونادي الزمالك طوال مشوارهم في بطوله الدوري، لان النادي الاهلي لعب 21 بطوله وكمان نادي الزمالك يمكن فاز النادي الاهلي في 19 مباراه ونادي الزمالك فاز في 20 مباراه. يمكن النادي الاهلي تلقى الخساره من فرقتين يعني فرقه بتروجيت في الدور الاول وفرقه طلائع الجيش طبعا المباراه اللي قبل مباراه اليوم بنتيجه 3-2 في الدور الثاني، كمان نادي الزمالك بس خسر في مباراه واحده وهو من نادي الاهلي في الدور الاول. كده النادي الاهلي ونادي الزمالك يا فاروق يمكن متساويين في النقاط يعني بالرصيد 59 نقطه في جدول ترتيب طبعا لبطوله الدوري، فعشان كده مباراه اليوم النهارده هتكون يعني حاسمه ومهمه لكلا الفريقين واللي هيكسبها ان شاء الله هو اللي هيتوج بلقب بطوله الدوري. يمكن يا فاروق عايزين نتكلم في نقطه مهمه جدا وهي طبعا بقى الاجراءات الاحترازيه واستعدادات الاصاله، يمكن في تحذير شديد جدا من مسؤولي او مسؤولو يعني الاتحاد المصري لكره الطايره انه ما يكونش في طبعا جماهير وان المباراه يعني طبعا تبتدي او الاصاله تتجهز طبعا بكافه الاجراءات الاحترازيه. بالفعل خلينا يعني نقول هذا الامر يا كابتن هيثم ان في تجديد تام من قبل مسؤول الاتحاد المصري او اللجنه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره الطائره، تجديد تام على التواجد الجماهيري بمنع حضور الجمهور، تم السماح ل 35 فرد من ضمنهم مجلس الاداره سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك، طبعا تجديد تام على الاجراءات الاحترازيه، التعقيم شفنا تعقيم للصاله قبل وصول للفريقين، طبعا كان وصول فريق النادي الاهلي قبل نادي الزمالك يعني باكثر من 10 دقائق. خليني اقول لك برضو ان في حاله يعني من التركيز الشديد على وجوه اللاعبين، اتمنى طبعا التركيز الشديد والفوز ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، طبعا لاعبي نادي الزمالك ايضا داخلين بطموح ان هم عايزين يحققوا البطوله الغائبه عن نادي الزمالك، يعني اخر التتويج كان لنادي الزمالك كان موسم 2014-2015، لكن طبعا نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. احنا موجودين معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل. فاروق يعني كنت عايز اعرف هل هم وصلوا ارض الملعب يعني خدوا وقت كفايه يعني وصلوا قبلها بساعه الفرقتين ولا جايين على التسخين على طول يا فاروق؟ لا يعني خدوا وقت كافي يا كابتن هيثم، كان وصولهم يعني قبل بنصف ساعه لسه يعني اللعيبه دخلت الغرف في الجهاز الفني للنادي الاهلي بيجتمع مع اللاعبين، بعض اللعيبه نزل لارض الملعب يشوف ارض الملعب وواقف يعني احاديث جانبيه ما بين بعض اللاعبين، في احاديث جانبيه ما بين افراد الجهاز الفني سواء في النادي الاهلي او في نادي الزمالك، لكن الكابتن ميدو مصلحي في الغرف غرف خلع الملابس مع اللاعبين، ايضا الكابتن محمد اللقاني ايضا موجود في الغرف خلع الملابس مع بعض اللاعبين، لكن تبقى يعني على لحظات كده كابتن هيثم بتلاقي مجموعه من اللاعبين بتتفقد ارض الملعب بتشوف المتابعه هل هيبقى في تواجد جماهيري، اللي زي ما صرحنا ليه بعض يعني اللاعبين سالنا قلنا لهم ما فيش اي تواجد جماهيري، يعني حتى الامن رافض تماما حتى حضور اسر اللاعبين يا كابتن هيثم. تمام فاروق صلاح وسلا حامد بشكركم شكرا جزيلا، يمكن غطيتوا لنا كل اللي احنا محتاجين نعرفه من ارقام ومن وضع الملعب، كل التوفيق ويبقى التوفيق للنادي الاهلي. يمكن كان اهم سؤال انا كنت عايز اعرفه وصلوا بدري ولا لا، لان بناخد اجواء الملعب وطبعا بناخد اللي بيحصل في الملعب بيبقى حاجه كويسه. بشكركم شكرا جزيلا.